إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع وأزقات المدينة. نشوفوا الأجواء الباردة بطبيعة الحال ونطلبوا من الله بطبيعة الحال أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، اللهم اسق العبادة والبلاد يا رب العالمين. والله طبيعة الحال انه يسقينا. تحية من تطوان، مرحبا بك سلمى، تحيتي لك ومرحبا بك. اذا نطلبوا من الله طبيعة الحال انه يسقي البلاد والعباد، لاننا في حاجة ماسة الى امطار الخير، حاجة ماسة الى تساقطات مطرية. نطلبوا من الله طبيعة الحال انه يرحمنا برحمته الواسعة. اذا مباشرة من مدينة العرائش في هذه الاجواء الجميلة والباردة. والله بطبيعة الحال انها تكون باردة بقطرات مطرية، تكون باردة بقطرات الخير، تكون باردة بطبيعة الحال بقطرات النفع، لان الكل كيعرف ان احنا في امس الحاجة الى امطار الخير والى التساقطات المطرية. ننتظر الدعوات ديالكم بطبيعة الحال، ونتمنى بطبيعة الحال انها تكون ساعة الاستجابة بطبيعة الحال من اجل امطار الخير اللي كنتظروها بفارغ الصبر. منصف بودري تحياتي لك الصديق الزميل، رجاء تحياتي لك اختي مرحبا بك، ورجاء بدورة بطبيعة الحال كتحيي الناس ديال العرائش. اذا لازلنا في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع وازقة مدينة العرائش، نشوفوا الاجواء الباردة والجميلة بطبيعة الحال عبر شارع عمر بن عبد العزيز في هذه الاجواء. إذا هذه الأجواء متبين الأوفياء مباشرة من مدينة العرائش في الأجواء الليلية. وكما قلت بطبيعة الحال ونجدد القولة ديالي بأننا ننتظر بفارغ الصبر الدعوات ديالكم. الله يرحمنا بالغيت، الله يرحمنا يا رب أكيد. من الجزائر تحية الأخ مصطفى والصحراء المغربية، الله يكبر بك اختي. إذا متابعي الأوفياء متابعي قناة شوف تي في، نتمناو بطبيعة الحال وننتظر الدعوات ديالكم، ننتظر الدعوات ديالكم بطبيعة الحال، ونتمناو أنها تكون ساعة ديال الاستجابة بطبيعة الحال. نتمناو أن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بقطرات الغيث، يرحمنا بقطرات مطرية، لأننا في حاجة ماسة إلى أمطار الخير، حاجة ماسة بطبيعة الحال إلى الأمطار والشتاء بطبيعة الحال. الله يرحمنا الغيث آمين. خياط تحياتي لك، سلمى الصحراء مغربية للأبد بطبيعة الحال. وأكيد والكل كيعرف والتاريخ يتحدث عن صحرائية أو الصحراء المغربية، إلا أن يريث الله الأرض ومن عليها. تحية الناس فاس، وما أدرك ما فاس، الناس المدينة العلمية. تحية الفوسة. دعنا مباشرة في هذه الأجواء بطبيعة الحال، نتمنى بطبيعة الحال أنها تكمل بقطرات الغيث وبقطرات المطر، لأننا في حاجة ماسة بطبيعة الحال إلى الأمطار. محمد خاي محمد تحياتي لك ومرحبا بك. العرائش الأديبة بطبيعة الحال، أكيد العرائش الجميلة، ودائما ما أسميها بالعرائش المنسية. وأقول قولتي الشهيرة: فعروس اليوم لا تصر ناذرين، فعرائش الأمس أصبحت شماطئ اليوم للأسف. أتمنى بطبيعة الحال أنها تكون التفاتة لهذه المدينة العريقة، المدينة التاريخية، المدينة اللي أكيد ليكسوس أربع حضارات، مدينة ما قبل التاريخ، ما قبل الميلاد طبعا.
الله يرحمنا بطبيعة الحال، الله يرحمنا برحمته. الصحراء المغربية، وأكيد أنها مغربية بطبيعة الحال. التاريخ يشهد والكل يشهد بأن الصحراء مغربية. إذا نرجعوا بطبيعة الحال وتبناهم بطبيعة الحال، أنه رحمنا برحمته الواسعة. ننتظر الغيث بفارغ الصبر. إذا لازلنا متبي الأوفياء، متبي قناة شوف تيفي، مباشرة من مدينة العرائش. عروس اليوم لا تسر الناظرين، فعرائش الأمس أصبحت شماطئ. نتمنى بطبيعة الحال وللتذكير، نتمنى بطبيعة الحال وأكيد أن قطار التنمية يحل بمدينة العرائش، لأن أمس الحاجة بطبيعة الحال إلى التأهيل، وإلى بطبيعة الحال إلى منطقة صناعية كبرى للنهوض بالإقليم، الإقليم المنسي. وننتظر بطبيعة الحال فارغ الصبر الدعوات ديالكم. نتمناو بطبيعة الحال أنها تكون ساعة ديال الاستجابة بطبيعة الحال، وأكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. خي حمد تحياتي لكم، مرحبا بك. مرحبا بالمتبعين عبد اللطيف، سلمى، الاخ سلمى، والاخوان والزملاء بطبيعه الحال اللي كيشاهدونا الان عبر قناه شوف تيفي. تحياتي لكم، واكيد وكما قلت نذكر لعل الذكرى تنفع. الصحراء مغربيه والتاريخ يتحدث ويتكلم على ان الصحراء مغربية.